أستاذ أحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحييك من جديد. ونحن نتحدث عن هذا المشروع الضخم، ويعتبر من المشروعات الكبرى مقدار الاستفادة للدولة العراقية. إن تحقق هذا المشروع وأصبح حيز التنفيذ، ومدى مساهمته في انفراج أزمة الطاقة في العراق؟ خارجة أمال، حياكم الله، حيا الله جميع مشاهدي قناتكم الكرام. منذ وقت ليس بالقصير، ووزارة الكهرباء العراقية وفق التوجيهات الحكومية تعمل على تنويع مصادر الطاقة، تعمل على تقليل الاعتماد على الوقود والغاز الأحفوري، تعمل على أن تنشئ مشاريع صديقة للبيئة تقلل من البصمة الكربونية، تعالج ظاهرة التلوث البيئي. واحدة من هذه التوجهات قبالة إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الدورات المركبة، ذهبت لإنشاء ربط كهربائي مشترك مع دول الجوار. كان لدينا مساعي كبيرة تمثلت بإنشاء ربط مع هيئة الربط الخليجي، أيضا لدينا ربط مع تركيا، أيضا لدينا توجه مع المملكة العربية السعودية، وأيضا لدينا ربط تقريبا اكتمل 100% مع المملكة الأردنية الهاشمية بمرحلته الأولى. طبعا كان الربط يستلزم جملة من المتعلقات، جزء بها على الجانب الأردني، جزء بها على الجانب العراقي. تنشأ الخطوط الناقلة، ترتبط الشبكات، بموجب أن ترتبط محطة القائم بمحطة ريشة داخل الأردن، وهذا الربط تقريبا فنيا اكتمل 100%. الحديث عن المرحلة الأولى، ستغذى بمناطق الرطبة بمناطق غرب العراق من 50 إلى 150 ميجاوات كمرحلة أولى. طبعا ستعمل مشاريع الربط الكهربائي اللي تعمل عليها وزارة الكهرباء العراقية هي لتحقيق وثوقية الشبكة ولتبادل منفعة الطاقة. الربط مع الأردن بمرحلته الأولى سيكون من 50 إلى 150 ميجاوات. الربط سيكون بمرحلة ثانية أيضا ستصل إلى قرابة 250 ميجاوات، ومن ثم يؤسس لمرحلة ثالثة لأن يحقق ربط تزامني ما بين العراق والأردن ومصر. وحتى أنه قبل يومين كان هنالك زيارة للسفير المصري بالعراق، التقى وزير الكهرباء العراقي، تم بحث هذا الموضوع الذي نراه سيحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية. الربط طيب. بمرحلته الأولى اليوم أصبح جاهز بمرحلة الأولى، وكان مصرح بأن تنتهي المرحلة الأولى، وصحح لي أستاذ أحمد، في نهاية أغسطس. وأن تنتهي المرحلة الثانية في نهاية الشهر الجاري، هل هذا صحيح؟ وأن كنا قد انتهينا فنيا وهو جاهز فنيا، يقال بأنه بانتظار تطبيق الاتفاقيات بين الطرفين، أيضا توضيح لهذه النقطة أستاذ أحمد. ستعمل العقد مع المملكة الأردنية الهاشمية، كان المفترض أن ترتبط خطوط نقل الطاقة ذات الجهد الفائق 400 محطة القائم بمحطة الريشة. باعتبار أنه هذا الربط للوهلة الأولى سيحقق 50 ميجاوات، هو ليس سقف التزام العقد. العقد ينص على أن تكون المرحلة الأولى 150 ميجاوات. لتسريع الإنجاز سيتم ربط مناطق الرطبة غرب العراق بخطوط 132 ذات الجهد الفائق. يعني الربط هو كان من المفترض أن يكون على شبكة 400 للمرحلة الأولى، بغية الاستفادة منه وتسريع خطوات الإنجاز سيكون الربط على 132 خطوط الضغط 132. بذلك يحتاج الموضوع أنه كان يحتاج موافقات إدارية، ويحتاج الموضوع توقيع ملحق عقد، وهذا فعلا تم استحصال الموافقة من مجلس الوزراء الموقر العراقي، وتم استحصال الموافقات والاتفاقات مع الجانب الأردني. سيصار بقادم الأيام إلى أن تنتفع مناطق غرب العراق وبالتحديد الرطبة من المرحلة الأولى، يعني بغضون أيام سيدخل الموضوع حيز التنفيذ إن شاء الله بعد أن كان الربط مكتملا 100%. طيب. حتى شبكات التوزيع، حتى المحطات التحويلية اليوم نصبت وأصبحت كاملة مهيئة لأن يدخل الربط في مرحلة الأولى حيز التنفيذ. هذا ما نتمناه، لأن العراق في السنوات الماضية عانى معاناة في موضوع الكهرباء. أستاذ أحمد، سؤالي، مشروعات الربط الكهربائي التي تقوم بها الحكومة العراقية مع الأردن، مع الخليج، مع تركيا، ما المختلف في مع كل دولة من دول الجوار أستاذ أحمد؟ ستي، المختلف اولا الربط مع الخليج سيهيئ لدخول العراق اولا عضوا مهما بسوق الطاقه، ومن ثم سوق الطاقه الخليجي. سيدخل العراق عضوا ثامنا بسوق الطاقه الخليجي. سيكون العراق اولا منتفعا من ريع الطاقه الممرره، ومن ثم بمراحل القادمه
سيكون العراق بلدا ممررا وحافظا لأمن الطاقة، مما يعني بحال استقرار الشبكة العراقية الذي تعمل عليها وزارة الكهرباء العراقية، سيحقق العراق بحكم موقعه وربطه الكهربائي سيحقق نقطة مرور من الدول المصدرة إلى الدول المستوردة للطاقة. يعني من الممكن أن دول الخليج ستصدر الطاقة من دول الخليج إلى دول شرق آسيا ومن ثم حتى إلى أوروبا وتركيا من خلال خطوط الربط العراقية، مما يعني سيلعب العراق دورا محوريا مهما بتمرير الطاقة من وإلى، وأيضا سيكون مستفيد من مرور الطاقة عبر أراضيه. هذا ما نتمناه، وسنتابع أيضا بهذا المشروع الضخم بمراحله وإمكانيات تنفيذه على الأرض، وصولا لطموح كبير بربط تكاملي بين منظومات الدول وليس فقط بين مناطق بعينها. أشكرك الأستاذ أحمد مصر. نتطلع لأن نرتبط حتى مع مصر التضامنية إن شاء الله في إطار العودة إلى الحكم العربي، وأيضا تقوية أواصر الشبكة وتقوية أواصر شكرا على كل هذه المعلومات الأستاذ أحمد موسى العبادي المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية على مشاركتك معنا من العراق.